السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم الاكتشاف. سوف نقدم لكم في هذا الفيديو معلومات عن دولة الشيشان، لكن قبل ذلك الحين أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم دائما الجديد. جمهورية الشيشان هي إحدى دول روسيا الاتحادية، تمتد على مساحة 16,165 كيلومتر مربع، يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 1,000,000 نسمة. تقع جمهورية الشيشان شرق منطقة القوقاز، تحدها من الجنوب كل من داغستان وجورجيا. أما كثافتها السكانية تقدر ب 92,000 نسمة في كل كيلومتر مربع. أما اللغة المتداولة في جمهورية الشيشان هي اللغة الشيشانية إلى جانب اللغة الروسية، والإسلام هي الديانة الأكثر انتشارا في جمهورية الشيشان، ودخل الإسلام إلى الشيشان قبل 1000 عام عن طريق التجار العرب. ويوجد في عاصمة غرونزي أكبر مساجد في أوروبا الذي يتميز بهندسة معمارية جميلة جدا. كما يوجد في الشيشان أقلية روسية مسيحية تصل أعدادها إلى حوالي 25,000 نسمة. الشيشان هي دولة سياحية بامتياز، تتوفر على كل المؤهلات السياحية مثل الطبيعة الخلابة والأنهار والجبال والمدن النظيفة والفنادق الراقية. وشعب الشيشان هو شعب يتميز بالجمال وحسن المعاملة، وهو من أكثر الشعوب التي تحترم دينها. لقد عانت الشيشان من حروب كثيرة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تم تقسيم الشيشان إلى قسمين، جمهورية أنجوشيا وجمهورية الشيشان. وبعد حرب الشيشان الأولى ضد روسيا حصلت على الاستقلال، لكن السلطة الروسية عادت خلال الحرب الشيشانية الثانية وتدمر الاقتصاد الشيشاني بنسبة 80%. وبعد عام 2000 بدأ الاقتصاد الشيشاني في التحسن، وتم إعادة إعمار أجزاء من العاصمة، وتحسن الوضع السياسي قليلا، وبدأت السياحة تزدهر. وفي عام 2006 زادت نسبة الإعمار في البلاد، واستمر الوضع في التحسن حتى وصلت جمهورية الشيشان إلى هذا المستوى. إذا أعجبكم هذا العمل اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات ليصلكم دائما الجديد، وشكرا لكم على حسن المتابعة.